أعزائي المشاهدين، من نهاية أمهر الإعلامية إليكم نشرة الأخبار، كونوا معنا. قال رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد إن مفتاح تطورنا وحالة الأزمة الاقتصادية في أيدينا، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي لبناء اقتصاد مقاوم للأزمات هو أن إثيوبيا تحاول استخدام إمكاناتها المحلية إلى أقصى حد. وأضاف رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك إن رحلة إثيوبيا نحو الازدهار ستكون سلسلة إذا كانت مبنية على الإمكانات المحلية الإثيوبية، يعني إمكانات شعبها والموارد الطبيعية والتاريخية للبلاد والمهارات الإبداعية للجيل الجديد. وصرح الرئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد أنه حتى في مواجهات التحديات الصعبة تمكن إثيوبيا من بناء اقتصاد مرن، وأكد أن الدعم المقدم من أي جهة خارجية ما هو إلا إضافة لقدرة الدولة الداخلية ولا يمكن أن يكون المصدر الرئيسي للتنمية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن رحلة إثيوبيا نحو الإزدهار باستخدام إمكاناتها المحلية كانت دائما موضوع اختبار من خلال التحديات. وكشف رئيس الوزراء الدكتور أبي أن الاستغلال الاقتصادي والسرقة والاختبار أصبحت التحديات الاقتصادية الرئيسية في البلاد، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة بذل كل الجهود المستطاعة لإحباط الاستغلال الاقتصادي والسرقة وإخفاء المنتجات. انطلقت يوم الاثنين 24 اكتوبر اعمال المؤتمر الثامن للجنة الاحصائية الافريقية في اديس ابابا تحت شعار تحديث ادارة المعلومات في افريقيا لتعزيز الاتصال والدعم الاقليمين. والقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الاثيوبي دمكا مكونن كلمة افتتاحية، صرح من خلالها بان المعلومات الهامة تلعب دورا اساسيا في صنع السياسات المختلفة واتخاذ القرارات لتحقيق التنمية المستدامة في افريقيا، مشيرا الى ان اثيوبيا بدات اول خطوتها في الاستعانة بالتكنولوجيا للحصول على معلومات الاحداث الهامة بطريقة حديثة. واكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أن الحكومة الإثيوبية ستلعب دورها في تحديث التسجيل الوطني البارز. ومن جهته صرح الأمين العام للجنة الاقتصادية الأفريقية أنطونيو في المؤتمر بأن المعلومات الحيوية مفيدة للقاية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لأفريقيا ونجاح أجندة الاتحاد الأفريقي 2030 و2063 في بناء قارة مزدهرة موحدة تعول على طاقة أبنائها وبناتها في تحقيق اكتفائها الذاتي وفي تفعيل حضورها الحيوي على الصعيد الدولي. ويهدف المؤتمر إلى تسجيل الأحداث الهامة والتاريخية في أفريقيا توفير التوجيه الاستراتيجيه والسياسيه نحو مسار انظمه شامله ومبتكره ومتكامله للتسجيل المدني والاحصائيات الحيويه، ونظمت اداره الهويه الرقميه لسد فجوه الهويه في افريقيا وبالتالي المساهمات في تحقيق اجنده 2063 والتي تعكس الشموليه كشرط مسبق للنمو وتنميه القاره الافريقيه. من المقرر عقد اعمال المؤتمر للوزراء الافريقيين والمسؤولين عن التسجيل المدني يدعو الى تحسين التسجيل المدني والاحصائيات الحيويه ونظم اداره الهويه في افريقيا، وذلك في الفتره من 24 الى 28 اكتوبر الجاري. كشف الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة السفير تاي أسكا سلاسي أن إثيوبيا دعت بعض أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تجنب اتخاذ خطوات من تعرقل عملية السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي. أكد السفير تاي أسكا سلاسي في حاطة وسائل الإعلام بعد الاجتماع الخاص لمجلس الأمن الدولي بشأن إثيوبيا التزام الحكومة الإثيوبية بحماية حقوق الإنسان وتقديم المساعدة الإنسانية وحماية المدنيين، وقد تم بالفعل اتخاذ تدابير لتسهيل النقل والضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي. وفي سياق متصل حث أفراد من الجالية الإثيوبية والإريترية والصومالية في بعض القوات الأجنبية على الامتناع من استغلال الدولة الأفريقية وزعزعة استقرار دولة القرن الأفريقي. وأكد المتظاهرون أن الهدف من هذه المظاهرة هو تأييد من الشعب لقرارات وأعمال الحكومة المتمثلة في إنفاذ القانون في شمال البلاد وضرورة الفصل بين الشعب التيغراي وجماعة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي صنفها البرلمان منظمة إرهابية. جاء ذلك تجمعهم الذي عقد يوم الأحد الماضي أمام البيت الأبيض. قال الباحث والكاتب الصحفي حالي يحيى أن أهمية منتدى طانا تأتي من منطلق الوعي والرغبة السياسية. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي عداه أحمد منصور. منتدى طانا هو منتدى يؤمل منه الخروج بنتائج من شأنها تعزيز التشارك في كيفية التعاون لحل كافة المشاكل التي تقف أمام تقدم القارة الأفريقية تنمويا واقتصاديا. قال الباحث والكاتب الصحفي حالي يحيى أن أهمية هذا المنتدى تأتي من منطلق الوعي والرغبة السياسية الحقيقية للقادة في أفريقيا في تحمل مسؤولياتهم تجاه شعوبهم الأفريقية. كما أسلفت لا شك يعني أن هذا المنتدى أهميته تأتي من منطلق الوعي والرغبة السياسية الحقيقية للقادة في إثيوبيا وللقادة في أفريقيا
في تحمل مسؤولياتهم تجاه شعوبهم الإفريقية. لذلك يمكن القول أن هذا المنتدى يؤمل منه الخروج بنتائج يعني من شأنها أن تعزز كيفية أو التشارك في كيفية التعاون لحل كافة المشكلات التي يعني تقف أمام أو تقف حجر عثرة أمام تقدم القارة تنمويا واقتصاديا. وأيضا هناك كثير من التحديات الأخرى مثل تغير المناخ، أيضا من هناك يعني نحن نتحدث عن المجاعة، نتحدث عن الجفاف. لذلك إلى جانب الصراعات والنزاعات يأتي هذا المنتدى الذي يشارك فيه عدد من الرؤساء، ويعني أبرزهم أيضا كانت هناك مشاركة لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، وهذه خطوة عزيزة جدا أو خطوة متقدمة لحل حالة المشاكل التي كانت تحدث من حين لآخر على الحدود المشتركة بين بلدينا الشقيقين أثيوبيا والسودان. وقال أيضا أن العلاقات السودانية الأثيوبية عميقة استراتيجيا وأمنيا وسياسيا واجتماعيا، وما يربط الشعبين السوداني والأثيوبي هو التاريخ المشترك والجغرافية المشتركة. العلاقات السودانية الأثيوبية ضاربة في الجزر وعميقة استراتيجيا وأمنيا وسياسيا واجتماعيا، وما يربط الشعبين السوداني والأثيوبي التاريخ المشترك، الجغرافيا المشتركة. ونحن دائما يعني نعتز بهذه العلاقات القوية المتينة بين الشعبين. وكما أشرت أن مشاركة السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان في هذا المنتدى ومشاركته مع رئيس الوزراء أبي أحمد كانت لها يعني رسالة تؤكد بأن الشعبين يمضيان نحو حل كافة الإشكالات أو خلافات وجهات النظر في تعزيز العلاقات التنموية وإعادة مستوى العلاقات كما كان عليه الماضي، تجارة حدودية تمر بين البلدين، وأيضا حركة الناس تكون سلسة كما كان سابقا. ونحن متفائلون جدا بعودة العلاقة كما ينبغي. وأضاف إلى ذلك أن هناك حدود كبيرة جدا مشتركة بين البلدين، وأن هناك تشابه في ثقافات البلدين. هناك حدود كبيرة جدا مشتركة بين البلدين أثيوبيا والسودان، وكما أشرت أن هناك العلاقات السودانية الأثيوبية تاريخية ضاربة الجزر، ونحن نعتز بهذه العلاقات لأن الشعبين، أنا أقول دائما أثيوبيا هي الحبشة الشرقية والسودان هو الحبشة الغربية. من هذا المنطلق نحن نتشابه في كل شيء، نتشابه في الشكل، نتشابه في اللون، نتشابه في الثقافة والتاريخ المشترك. يمكن اقتصاديا واجتماعيا أن بعض الخطوة التي يعني الرغبة الحقيقية بين السياسيين بين البلدين في يعني تقدم هذه العلاقات سيكون هناك مردود كبير جدا لتعزيز العلاقات اقتصاديا تنمويا اجتماعيا بين البلدين لمنفعة شعبي البلدين. ونحن كما أشرت متفائلون جدا كجالية سودانية كجالية أثيوبية أيضا في السودان، متفائلون جدا بما يتم الآن في هذه المرحلة المهمة من تاريخ البلدين. منتدى طانا ملتقى يقوي القرابة بين الأفارقة ويساهم في حلحلة الخلافات الأفريقية بأيادي أفريقية. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي عدته إكرام أول. أتى منتدى طانا العاشر في دورته الجديدة لحل اضطرابات متجذرة في القارة الأفريقية، حيث يعقد المنتدى حلقات نقاشية حول حالة السلم والأمن والثقافة كمحرك مستدام للسلام والتنمية الفكرية في أفريقيا، وتسهل اتفاقات السلام وتساعد على إبقاء تنفيذها على المسار الصحيح لتبقى أفريقيا في تقدم دائم في مجالات تعزيز الأمن والمصالحة الوطنية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. قالت إحدى المشتركين الصحفيين أن منتدى طانا ملتقى يقرب بين جميع الأفارقة للتناقش عن أعمق القضايا بكل نواحيها. طبعا هذا الملتقى هو مكان للنقاش، منه ترفع للاتحاد الأفريقي حتى للأمم المتحدة ما يشغل بال القارة الأفريقية، هو أقرب لورش العمل التي تقرب وجهات النظر، تجعل الأفارقة يحددون أولوياتهم، فيه يتم عقد لقاءات ثنائية، فيها يلتقي المبعوثين والمسؤولين، هو ملتقى يأخذ طابع ودي لطيف للغاية، وفي ذات الوقت يناقش قضايا عميقة ومهمة تقلق بال القارة الإفريقية، قضايا أمنية وسياسية واقتصادية، والآن أيضا قضايا بيئية. بالتالي هذا الملتقى هو مهم وهو يعقد سنويا وبلا شك.
وقالت أيضا أن منتدى طانا وسيلة لتقرب البلدان الأفريقية ولإنشاء علاقة ودية بينهم. كما ذكرت المنتدى يقرب وجهات النظر ومنها يضع أولويات في قضايا سياسية وأمنية وبيئية واقتصادية. كذلك نحن نعلم أن القارة الإفريقية تعاني من تحديات مختلفة وهي فرصة حتى يتقرب الأفارقة من بعضهم البعض، حتى تكون هناك وساطات بين 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 الدول ربما التي تعاني من نزاعات. نحن نعلم أن حتى السودان وإثيوبيا كانت بينهم نزاعات في فترة ما، وفي هذا الملتقى على هامش منتدى تانا عقدت قمة كبيرة بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. وأضافت أن الدول الأفريقية في طريقها إلى القمة، وقريبا أفريقيا ستكون متمكنة سياسيا اقتصاديا واجتماعيا. كما ذكرت المنتدى يقرب وجهات النظر ومنها يضع أولويات في قضايا سياسية وأمنية وبيئية واقتصادية. كذلك نحن نعلم أن القارة الإفريقية تعاني من تحديات مختلفة وهي فرصة حتى يتقرب الأفارقة من بعضهم البعض، حتى تكون هناك وساطات بين 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 الدول ربما التي تعاني من نزاعات. في هذا الملتقى على هامش منتدى تانا عقدت قمة كبيرة بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، كانت معكم نزريت كندش، إلى اللقاء.